طبعا لا يخفى على الجميع، كان سابقا حملة الألف دينار التطوعي أطلقت في سنة 2013 بداية تأسيسها، زاملت عملها في كانون الثاني 2014 أي قبل دخول عصابات داعش الإرهابية إلى محافظة صلاح الدين. باشرنا حملة الألف، توقفنا عند احتلال محافظة صلاح الدين من قبل عناصر داعش. عدنا العمل في سنة 2017 أبان عودة أهالي قضاء بيجي، تأسس الفريق من رحم المعاناة اللي عانوا قضاء بيجي هذه المدينة المنكوبة. باشرنا العمل أنا وزملائي من كوكب من الشباب من النساء والرجال. حقيقة فريق الألف دينار التطوعي يتجسد فيه من كافة شرائح المجتمع، فيه التدريسي وفيه الأكاديمي وفيه حتى أصحاب المهن وفيه إعلاميين وكادر نسوي أيضا متميز وله دور فعال في الفريق. من سنة 2017 لهذه اللحظة فريق الألف دينار التطوعي لم يتوقف لحظة واحدة عن العمل، أي مناشدة أيضا عمله لا يحتصر فقط على قضاء بيجي، بأنما توسع العمل أصبح على مستوى صلاح الدين، خاصة عندنا فرع في قضاء تكريت أو مدينة تكريت. العدد الإجمالي عفوا العدد الكلي للفريق تقريبا 30 متطوع، تقريبا نسبة 40% من النساء يوجد في الكادر. عملنا توعيات، سلات غذائية، حملات تنظيف بالتنسيق مع الدوائر الخدمية وباقي المنظمات.